السلام عليكم أعزائي، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة بعد هذا الانقطاع اللي صار بسبب الوضع الصحي. فاليوم وإحنا نتجول بمدينة النجف الأشرف بأطراف المدينة، المناطق الزراعية اللي تزرعها الناس بها مختلف أنواع الأشجار مثل النخيل والمزروعات المخاضير وغيرها. صادفنا اليوم بوحدة من هاي المزارع، هي هذا البير الغميق. طبعا المزروعات مثل ما تعرفون مدينة النجف هي مدينة صحراوية وتفتقر إلى الماء، لذلك أكثر طريقتهم بالزراعة لازم يحفرون آبار ارتوازية يستخرجون الماء من هاي الآبار عن طريق المضخات الزراعية و يسقون بيها المحصول الزراعي اللي يزرعونه بهاي المنطقة. صادفنا اليوم هذا البير اللي العرض مالته حوالي يعني 6 أمتار أو 7 أمتار، والغمق مالته يتراوح ببرج إلى 30 متر. طريقة حفر هاي الآبار الارتوازية هي تكون على شكل الطريقة المخروطية، أي يعني الحفر يكون بالبداية يكون عريض كلش ويقصف أو ينقص القطر مالته ويصغر القطر مالته إلى أن يوصل إلى المي اللي يطلع بالعمق مال البير، حتى يساعد على سرعة الجريان وما يتهدم. أما طريقة حفر هاي الآبار الارتوازية اللي موجود هنا بصحراء النجف تكون على شكل طريقة هرمية، يعني بالبداية يصير الفتحة مالته عريضة كلش، وكل ما تنزل إلى باطن الأرض يصغر القطر مالته إلى أن توصل للماي، ويصير الماي راح يصير اللي يطلع هناك سرعة الجريان وسهولة استخراج هذا الماي، وأيضا حتى البير ما يتهدم بسهولة لأنه الحفر مالته على شكل هرمي. أما بالنسبة للإنقاذ أو التراب اللي يطلعونه من داخل البير بعد طريقة أو العمال اللي موجودين هنا يحفرون، راح ينزلون دلو وحبل حتى يستخرجون التراب اللي موجود داخل هذا البير، عمال موجودين برا وعمال موجودين داخل البير اللي يحفرون، ومن ينزلولهم الدلو والحبل راح يملون يعبون الدلو بهاي الانقاذ والتراب اللي موجودة داخل البير ويستخرجونها الى خارج البير، ويستمر الحفر بهاي الطريقة الى ان يوصلون الى المياه الجوفية. بالنسبة لطريقة الحفر والآبار والمياه تختلف من مكان الى مكان، لأنه قسم طبقات الأرض يعني بإمكان 10 أمتار أو 15 متر أو 20 متر أو 30 متر يقدرون يستخرجون المياه بسهولة، وأكو مكانات لا يصل الحفر حتى إلى 150 أو 200 متر يلا يحصلون على مياه جوفية يطلعوها من باطن الأرض. بالنسبة للماء اللي يستخرجونه منه أو اللي يطلع من خلال هاي الآبار يختلف، قسم من أتها تطلع مياه كبريتية وقسم من أتها لا تطلع مياه عذبة، وقسم تطلع من أتها مياه بها نسبة من الملح، فلذلك يختلف الماء أو المياه الجوفية اللي تخرج أو من خلال هاي الآبار تختلف من مكان إلى مكان، وأيضا الأرض تختلف من مكان إلى مكان آخر. اليوم وصلنا إلى واحد من هذا الآبار اللي موجود هنا بأطراف مدينة النجف الأشرف، وهذا البير ما يسكنه بس فقط هاي أنواع من الطيور، الحمام اللي هي تعتبر نوعية نادرة وغالية الثمن، مهاجرة تجي من السعودية ومن باقي الدول وتسكن بهاي الآبار وتبني الأحشاش مالتها،
وتتزاوج وتتكاثر هنا بهذا المكان، لأنه بعيدة هاي المكانات عن الإنسان وما راح يوصلها أي إنسان وما يضايقها، فلذلك تأخذ حريتها بهذا المكان وتبني أي أعشاشها وتتكاثر. طبعا حتى الكادر اللي مو إياي موجودين فما يتقربون للحافة مال البئر، اللي يوقف على الحافة يعني يشعر بالخوف، يخاف يدوخ ويطيح بداخل هذا البئر، واللي يوقع يعني بصعوبة نقدر نطلعه، لأنه لا أكو درج طويل حتى نقدر ننزله إليه ونطلعه، ولا رافعة ولا سيارة إنقاذ قريبة من هذا المكان حتى نقدر نطلع اللي يطيح بداخل البئر. فلذلك يعني الأخوة يخافون يتقربون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم محافظة النجف، صادفنا بير عجيب غريب. تعالوا خلينا نشوف هذا البير ايش قد الغمق مالته وشنو الموجود بيه. الغمق مالته اكثر من 30 متر، موجود بيه بس الحمام يسكنه. طبعا بعد ما ترخصنا يلا قدرنا نوصل لهذا المكان لانه مسيج وما يخلون واحد يوصله. تعالوا ويانا شوف البير، قرب الكاميرا شوف الغمق مالته اكثر من 30 متر، ذاك الماي طالع جوه وهذا متروس حمام. العرض مالته تقريبا 7 امتار او اكثر من 7 امتار. القطر مالته الغمق مالته مثل ما قلت لكم اكثر من 35 متر. طبعا هو مخلي لذني هذا درج، بس الدرج ينتهي هنا تقريبا مسافة مترتين ونص او 3 امتار وينتهي، فاحنا ما نقدر نزل لان هذا حدنا له. يلا خلينا نشد. أتمنى أعجبكم الفيديو لهذا اليوم اللي سويناه لكم منطقة النجف الأشرف أو مدينة النجف الأشرف، بخصوص هاي الآبار الارتوازية اللي يحفرونها المزارعين حتى يسقون المحاصيل الزراعية اللي يزرعوها هنا، والغمق مالتها جدا يعني غميقة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.